الفضائل قصة من وحيها عبر حوت معناها وكذا بنادي نبينا قد سطرت قصص روائعها يشع سناها طوبى لمن فهم المقاصد واستقى في قصة هي للمكارم تنتقى أن الحياة تجارب ومواعظ والنيل في طلب السعادة بالتقى فاقرأ بها خبر الحياة مواعظ. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم أما بعد وحين كبرا سنين محاضرة دي كوباد قصص الأنبياء أنه كقاضنين قصوين كأنبياء الله سبحانه وتعالى كتاب القرآن الكريم كيسنة النبي عليه الصلاة والسلام فدينا كوباد وحان أقوى الرمينا ترضى رسوشا إلهي سبحانه وتعالى وصادري إيه فترة ذي أدحيسي أما وقت أدحيي رسوشا الله سبحانه وتعالى قرآن كيس كريم كأوحى أخيري إنا أوحينا إليك كما أوحينا إلى نوح والنبيين من بعده وأوحينا إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وعيسى وأيوب ويونس وهارون وسليمان وآتينا داود الزبور ورسلا قد قصصناهم عليك من قبل ورسلا لم نقصصهم عليك وكلم الله موسى تكليما رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل وكان الله عزيزا حكيما رب سبحانه وتعالى قرآن كيس كريم كاوحو كورانيا أسأل الله الليا رسولك عليه الصلاة والسلام إنا أوحينا إليك كما أوحينا إلى نوح والنبيين من بعده وأن كوحيوني أنك حق هذا النبي محمد سيدا أن كوحيوني النبي الله نوح يأنبي ذي كدن بيي رب سبحانه وتعالى وحورا وأوحينا إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب وحن أوحيون النبي الله إبراهيم إسماعيل إسحاق يعقوب الله جل وعلا وحورا والأصباط وعيسى وأيوب ويونس وهارون وسليمان وحن أوحيون الأصباط عيسى أيوب يونس هارون سليمان إلهي وحورا وآتينا داود الزبور وحن الصينين النبي الله داود الزبور رب سبحانه وتعالى وحو كورنا يا رسول كيس محمد عليه الصلاة والسلام ورسولا قد قصصناهم عليك وحن صدرني رسول أن كاغا قصوني دش هذا النبي محمد من قبل هري أيان كاغا قصوني ورسولا لم نقصصهم عليك إي رسول أن كاغا قصون دش هذا وكلم الله موسى تكليما إلهي وأولها للنبي الله موسى لهذا الله سبحانه وتعالى رسوش أصدري ولجدك أصوات رأسكوا عدينا يوحى أويرين رسولا ومبشرين ومنذرين رسول أيان صادرني بشارين أيان أو ديجي حاليهم كوا بشارين أيان وبشارين أيان مؤمنين تعددك إلهي سبحانه وتعالى رمي ديجي وديجي قاردة كوا إلهي جل وعلا كعاسي إلهي رسول شاعر لده أصوات رأسكوا عدينا يوحى أويرين لألا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل سيسا أغو أهانين ذاتك الله سبحانه وتعالى دشي وحجة رسوش مركب الله صادر الدبدي وكان الله عزيزا حكيما إلهي وحو هذا ألا أود بضا حكيما هو فلسا رسوش إلهي أو صادري سبحانه وتعالى وأو كلفضلي مذو البنى الشيء أيوك قصصي الله جل وعلا قرآن كيس كريم كوحا أكويري تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض تا رسوش وان كلفضلني قاركوت قارك كارك نبي عليه الصلاة والسلام رسول الله صدري
tiradooda waa inoo caddeeyey. Waxaa ku sugnaaday cinda Dabaraani xadiidka laga warinayo أبي أمامة صحابي قال إذا رضي الله عنه أبي أمامة حوارنا يا أن رجلا قال يا رسول الله أنبيا كان آدم نن أيا يري رسولك الله نبي ميوها آدم عليه السلام رسولك عليه الصلاة والسلام وحاوير النعم ها آدم نبي أيوها مركا يري ننكا صقا نبي سؤاشه ودينا يا عليه الصلاة والسلام كم كان بينه وبين النوح إمي سأياء حيد نبي الله آدم إي نبي الله النوح دحدو ذا إمي سأود دحيسي مركا يوري نبي عليه الصلاة والسلام 10 قرون تمنقرني أيا أود دحيسي نبي الله آدم إي نبي الله النوح ننكي أسوق السؤال يوحى أويري مركا لي كم كان بين النوح وإبراهيم إمساء حيد رسولك الله النبي الله نوح النبي الله إبراهيم إمساء يا أدحيس رسولك عليه الصلاة والسلام وحاوير السذكرة 10 قرون تبنقرني يا أدحيسي نوح يا إبراهيم أيقنا نك وحاوير يا رسول الله كم كانت الرسل رسوش التردودة إمساء يا حيد رسولك عليه الصلاة والسلام وحاوير 313 سدح بقول إيه سدح يتبن أي أهاين رسوشا مركي للسؤال كم كانت الرسل وحاوير 313 سدح بقول إيه سدح يتبن رواية كلو عند الحاكم كسو غنى وحي تلماميسا إنو يري النبي عليه الصلاة والسلام 315 جما غفيرا سدح بقول إيوشن إيه تبن جم آد أبضا أي أهاين أيور النبي عليه الصلاة والسلام حديث كامركا عظيم كا وحديث صحيح على شرط مسلم بغاري مسلم ما يسو صارين حديث كامركا وحين كقاضني ناي فوائد أولا آدم إنو أها النبي أنبياء إلهي سبحانه وتعالى كمدا آدم نوحوي أبو البشر وحان كلو كقاضني نا نبي الله آدم إيا النبي الله النوح مدد أود حيث إني أهايد تمان قرني وعن كلوك قادنا إنا نبي الله النوح نبي الله إبراهيم مددي أود حيسي إنا يهدا يغانا تمان قرني قرني نوحاوهي بقول سنو نين أيو كويري نبي عليه الصلاة والسلام قرني نولاو بقول أيو نولاضي وعن كلوك قادنا إنا حديث كوان كفا إذينا رسوشا انتي أيهد نبي عليه الصلاة والسلام وحوت المامي سدح بقول يسدحي تمان إنا يهايين أن رواية كان وحي تلمامتي إني أهايين سدح بقول إيشان إيتبان جمعات فربضان الله سبحانه وتعالى النبي سبحانه كيري ورسلا قد قصصناهم عليك ورسلا لم نقصصهم عليك رسول أنك أقصون يدوش هذا إي رسول أنك أقصون وي وكلم الله موسى تكليما والله سبحانه وتعالى أعلم سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.